ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي أن الدولة نجحت في التعامل بحسم مع كل ظواهر الإرهاب الذي يستهدف الوطن بكل أطيافه ومكوناته، لكنه لن ينال من عزم الشعب. أوضح المراغي خلال الاحتفالية أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية هو معركة ضد قوى الشر والظلام، مؤكدا أن مصر عبرت مرحلة الخطر واستقرت دعائم الدولة الحديثة التي نفذت مشروعات عملاقة. تعيش الحركة النقابية المصرية التي تمتد جذورها لأكثر من 100 عام لحظة فارقة في تاريخها، فقد شهدت هذه الحركة منذ احتفالنا بعيد العمال في شهر مايو الماضي تحديث منظومة التشريعات العمالية التي تفتح أمام أطراف الإنتاج الثلاثة، وأعني بهم الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، أفاق العمل الآمن والحياة الكريمة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامتكم بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني حتى يواكب احتياجات سوق العمل، فقد حرص اتحادنا العام على استكمال ما تم تنفيذه خلال ولاية فخامتكم الأولى، حيث يجرى العمل حالياً للانتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية لتخريج عمالة فنية مدربة تستطيع المنافسة في أسواق العمل العربية والأجنبية. ونتمنى من فخامتكم يا فندم مساعدة الاتحاد في استكمال هذا المشروع للانتهاء منه. وقد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يسير الحداثة والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مصر، وسوف يوسع القانون الجديد من مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتأمين ضد مخاطر العمل وتحقيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ويقوم التوازن في العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم الحوار الاجتماعي بينهم، ويمنع الفصل التعسفي للعامل، وهو الأمر الذي أحاله القانون الجديد إلى محاكم عمالية متخصصة لسوعة البت في القضايا العمالية. وسوف تشهد الفترة القادمة صدور قانون التأمينات والمعاشات بما يكفل الموائمة بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء عمله ومعاشه بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات. إضافة إلى ذلك، سوف يصدر قريبا قانون التأمين الصحي الشامل الذي يكفل العلاج المجاني لجميع المواطنين.